لكم كما كتشاهدوا حنا متواجدين دابا في واحد النموذجيه ديال شجر التفاح اللي في ضواحي مدينه ازروق، اللي هو يوم الاثنين 3 غشت 2020. وحنا متواجدين هنا في الضيعه مع السي حميد الصالحي اللي هو تقني متقاعد من المديريه القديمه الصفرو، والسي علي اللي هو حتى هو غادي يولي اكسبلواتون ان شاء الله ديال هادشي ديال زار الفويتي، والسي عزيز اللي هو جيرون ديال لابارسي اللي كيتعاون انا وياه في هادشي ديال الصيانه ديال الشجر وكلشي. حنا بغينا السي حميد والسي علي يعطيونا بعض النصائح وبعض الملاحظات ديالهم. السي حميد السلام عليكم. عليكم السلام سي حميد، اعطينا الراي ديالك على هذا ما يمكن الحاله الصحيه ديالها و... ما يمكنش استنتاجه من خلال هذه الزياره لهذه الضيعه، وهو ان تبارك الله من ناحيه لونتروتيان هي واحد الضيعه نموذجيه في المستوى، الا ان الملاحظه حاليا وهي مساله كثره الفواكه خصو تخفيف، خصو بطبيعه الحال خصو شويه نتاع التخفيف، لان الا بغينا نشوفوا قضيه الكاليب رغم ذلك كنلقاو التفاح تبارك الله عنده واحد الكاليب، ولكن كان من الاحسن ينقصوا باش نلقاو واحد الكاليب في مستوى عالي جدا وما يوقعلوش مشكل الالتيرنوس بالنسبه للسنه المقبله باش ما يكونش الانتاجيه ضعيفه. شكرا. اللي كنتمناو من السي ياخذها بعين الاعتبار سي عزيز، سي عزيز بصفته هو الجيرو يحاول ينقص ان شاء الله، وما هذا العام سي تروطار، ولكن ياخذها بالسنوات المقبله باش تبقى هاد الضيعه كما كنشوفوها دائما في واحد المستوى عالي. شكرا سي حميد. وغادي ننتقلوا سي علي اللي هو اكسبلواتور حتى هو ديال ديبيتي ديال البومي. سي علي السلام عليكم. السلام عليكم سي علي، عطينا الراي ديالك في هذا الشيء ديال اللي لاحظتي في هذه الضيعه. السلام عليكم. الملاحظه ديالي كتلتحق الملاحظه ديال سي حميد. سي لي. الحمد لله ممتعه مزيانه مزيانه ومزيانه بزاف. ما لاحظتي والو. الملاحظه هو ديال ليكليرسيساج خصو يتنقص شي شويه في الوقت ديالو باش الشجره غادي تعيش مزيان وتوجد راسها العام اخر الجاي. العام الجاي ان شاء الله. هذا الشيء مزيان، الله يوفق الله يوفق. وسي عزيز حتى هو عطينا شي كلمه. سي عزيز حتى انت كجيرون ديال الضيعه اللي كيتعاون معايا، اللي هو سي تان جيرون اللي عنده واحد الاقدميه ديال 35 سنه في الميدان. سي عزيز عطينا شي راي ديالك على شي سموحة. كما قلتي كما قال سي حميد، هذه نقطه مزيانه زاد عندنا في الراس باش من العام الجاي ان شاء الله نديروا ان بون كليريتيساج مع سي محا. كما تتشوفوها عليا الكلام اللي قلنا وهو كثره الفاكهه حقيقه هي في المستوى الصحي صحيا انتاجيه لا باس به، الكاليب موجود ولكن تمنينا يكون الكاليب في واحد المستوى كبير من هذا الشيء اللي كنشوفه. وهذا هو الدور، هذا هو الدور ديال الزيارات اللي كنديرو دائما، واحد كيزيد الاخر باش على الصوت. وهذه هي الطريقه اللي خص الواحد يدير دائما، خص الواحد ما يخدمش بوحده، ما يخدمش عشوائي دائما، لابد من تبادل الاراء، لابد من ما تخدمش وحدك، ولا لابد تشوف الناس اللي في الميدان واللي عندهم خبره في الميدان باش يتعاون الواحد بين واسطة بروجي. هذا اللي خص الواحد يعطي الراي ديالو، هذا ويعطي الراي ديالو. ودائما كنوصي الفلاحه دائما يتجهوا للناس اللي مختصين في الميدان، اللي عندهم خبره في الميدان، في الناحيه ديال التقليف، في الناحيه ديال التخفيف، في الناحيه ديال الادويه، في الناحيه ديال اي حاجه ديال الساق وديال الاسمده، ما تخدمش عشوائي. لذا كنصحكم دائما نزيد لكم واحد الملاحظه اخرى باش تراقبوا في هذا الوقت اللي فيها درجات الحراره مرتفعه ضد العناكب الحمراء والصفراء وضد دوده التفاح اللي كنسميها لوكاربو كابس سيديا بومونيلا ديال التفاح، فانه كيتكاثروا في هذه الحراره هذه باش ما يمكنلكش تخدمها حتى تالي وذلك المنتوج ديالك. كنحييكم من ضواحي مدينه ازروق من هرب موحد تقني سابق مصلحه حمايه النباتات انصاد ازروق. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. السلام عليكم.